السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. طبعا كلكم عارفين دلوقتي الاخبار في امريكا، وامريكا دلوقتي في وضع لا تحسد عليه اطلاقا. العدوى بتنتشر بطريقه رهيبه دلوقتي، تقريبا عددنا عدى 300 الف مصاب في امريكا كلها، والاعداد الموتى اكتر من 8000، بس الناس اللي بتشفى يعني عدى 15000. في مينيسوتا عدد الاصابات داخل حوالي على تقريبا على 900، واللي توفوا 22. نيويورك دلوقتي فيها اكبر عدد، داخل على 115000، يعني ربنا معهم بجد يعني، وربنا يسترها عليهم. العيادة اليومية تقريبا بتبقى حوالي 30000 كل يوم. طبعا اثر على ناس كتير في شغلها وفي حياتها. الناس طبعا اللي عندها شغل زي مشاريع صغيرة مثلا، عندهم حاجات اكل بيبيعوها، بيشتغلوا في محلات الاكل، طبعا ده كله وقف. بيشتغلوا على اوبر والتاكسيات، الحاجات اللي هي خلاص الناس سابتها دلوقتي ووقفت شغلها. شركات بتشتغل في المطاعم خلاص سابتها، المطاعم قفلت، اضطرت تسيب الشغل، الشغل وقف انا غصب عنها. في دلوقتي فورم بيتملى اسمه الان امبلويمنت فورم، ده للبطاله، الناس اللي هي سابت الشغل غصب عنها مش بمزاجها. تخشوا على جوجل على اقرب مكان، يعني هتخشوا على جوجل هتكتبوا الان امبلويمنت فورم، هيجي لك الولايه اللي انت فيها تسجل فيها وكده. يبقى معاهم ورق ومعاهم حاجات ما تثبت ان هم خلاص سابوا الشغل مش بمزاجهم. في ناس لحد دلوقتي طبعا لسه بتشتغل، فدي خلاص هي دي لسه هتدنها في شغلها لحد ما يشوفوا ايه المناسب ليهم ويعملوه. طبعا الناس دي اللي هي سابت شغلها خلاص، هي ما تقدرش مثلا هتدفع الايجار الشهر ده، عندها مشاكل. دي بقى اللي ما يقدروا يعني يقدموا الورق ان هم يثبت ان هم سابوا شغلهم للاماكن اللي مأجرين فيها، عشان يسمحوا لهم ان هم يتأخروا عن الايجار شوية، لان الفلوس الحكومة هتديها للناس هي مش بتاعت الايجار، هي معونات بس. انتوا بقى عايزين تدفعوا منها الايجار، عايزين تصرفوها في اي حاجه، هم ملهمش دعوه. الايجارات يقدروا يستنوا عليكم اذا قدمتوا لهم ما يثبت ان انتوا الشغل سابكوا، او في حاله اصابه عندكوا من هذا القبيل. يعني الناس اللي بتشتغل ولسه عندها رواتبها دي بتدفع ايجاراتها، ما فيش مشكله على الايجارات خالص، وما لهاش علاقه باي ايجارات واي فواتير. انا بتكلم عن الناس اللي هي اضطرت تسيب شغلها، او شغلها يسيبهم يعني وشغلها وقف، دول اللي مسموح لهم ان هم يقدموا حاجه ياخروا بقى الايجار شويه، والفواتير برضو نفس الكلام. طب المساعدات اللي جايه دي بتبقى قد ايه، ومين اللي بياخدها، وبتيجي ازاي؟ اللي بيبقى المساعدات دي جايه للناس، كل الناس اللي معاها اقامه في البلد، عندها سوشيال نمبر، وعندها جرين كارد. كمان للناس اللي بتقدم الضرائب كل سنه، طبعا هي هيشوفوا الناس اللي عملت اخر ضرائب سنه 2018 2019 وعليها هيقرروا هيدوكوا قد ايه. مبدئيا هما محددين 1200 دولار لكل واحد بالغ عمل الضرايب، ومرتبه ما يزيدش عن 75000 او اقل، 1200 في الشهر. طيب لو الزوج والزوجة بيشتغلوا هما الاثنين وبيقدموا هما الاثنين ضرايبهم ومرتبهم فوق 150000، بياخدوا 2400. تمام. الاطفال 500، كل طفل بياخد 500 دولار. اللي بيبقى ازيد بقى من 75000 او ازيد من 150000، دول بقى بيبقى عليهم خصم 5% من كل 100 دولار، يعني تقريبا هيشيلوا منهم 50 دولار. واكتر من كده هم هيبقوا اغنياء، هم مش هيحتاجوا ان هم ياخدوا مساعدات. طيب هتيجي ازاي؟ بتقدم لها او حاجه؟ لا ما بتقدم لهاش، هي بتيجي عن طريق حسابك في البنك اللي انت مقدم فيه الضرايب. انما ما حدش بيقدم حاجه ولا لها اي معلومات، ومحدش يجي له اي اتصال من اي جهه او اي حاجه يقول لك احنا عايزين ضرايب مش عارف ايه. لا، انت بتشوف مع الضرايب بتاعتك، قدمت 2018 2019 وهيجي لك على العنوان اوريدي او على حساب البنك. ودي بس تعتبر المعونه، مش ملهاش دعوه بالايجار. الايجار ما هم ملهمش علاقه بالايجار خالص، هم ما اتكلموش في اي ايجار. الايجارات الفواتير انت تقدر تكلمهم تقول لهم ان انا مثلا عندي حصل الشغل اللي انا خلاص خسرت، او الشغل سبته، كان عندي مثلا حالة إصابة، فهم هيأجلوا. إنما غير كده لا، هم لهمش دعوة بالإيجار. دي المعونة ليك أنت بقى، عايز تدفع منها إيجار، عايز تعمل منها اللي تعمله، أنت حر.
اصحاب المشاريع الصغيره بالمناسبه هم هيشيلوا الفوائد، يعني يقدروا يروحوا ياخدوا كارد دلوقتي هيشيلوا الفوائد، وكمان هم هيريحوكوا في طريقه السداد، يعني هياخروها عليكوا شويه، فربنا يصلح حالنا جميعا. يعني الواحد زعلان طبعا على وقف الحال، بس دي حاجه مش بايدينا. انا هحط لكم في صندوق الوصف لينك تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا كل المعلومات اللي انتوا عايزينها عن البطاله وعن العينه اللي هتيجي والقروض وكده، تقدروا تشوفوا منها اللي انتوا عايزينه. المفروض يحصل حاليا ان احنا ما نخرجش كتير، لو اضطرينا نخرج واحد من العيله بس يخرج من الاسره يجيب حاجته ويجي، وزي ما قلت لكم لازم الواحد كمامه جوانتي على قد ما يقدر يغطي وشه، ما فيش كمامه لازم اي سهر اي سكارف اي شال تغطي بيه وشكوا وبقكوا، يعني عشان الرذاذ او عشان اي حد يكح ما يبقاش فيه اتصال من نفس بينك وبين اللي قدامك. طبعا غسيل الايد باستمرار بالميه والصابون ممتاز، مش محدش عارف الوضع هيوصل لحد فين، محدش يجازف ويخرج على الفاضي وعلى المليان. في ناس اللي انا بقول لكم في ناس لسه لحد دلوقتي بتخرج لشغلها، مضطره ان هي تخرج الشغل. ما طبعا هو يعني انا مش عايزه اقول امريكا هم ما بيفكروش غير في مصلحتهم، الناس هنا الاقتصاديين ما بيفكروش غير في مصلحتهم. في ناس لحد دلوقتي لسه بتروح الشغل ويقعدوا يقولوا العدوى بتيجي منين وايه الاعداد اللي بتظهر دي ومش عارف ايه. منهم هو ربنا الحفيظ وخلاص، يعني هو ربنا الحفيظ، الواحد بيعمل اللي عليه وربنا اللي بيحفظ كل واحد. ما تضطروش تخرجوا كتير، وقعدوا في بيوتكم احسن، واهتموا يعني بالمناعه، الاكل والشرب والحاجات السخنه، وربنا يشفي كل مريض. طبعا دلوقتي ما فيش حد دلوقتي خلاص ما حدش بيروح دلوقتي، لو حد عيان ما حدش بيروح يعمل التست، يقعد في بيتك وبتعالج في بيتك، الا اذا بقى مشكله النفس دي، مشكله النفس لو مش قادر تاخد نفسك دي بقى تضطر تروح المستشفى. لكن غير كده الاعراض انتوا عارفينها، تبقى صداع، تكسير في الجسم، بيبقى تعب في الجسم جامد جدا، السخونية ما بتنزلش. لما بقى بتتطور شوية والأعراض بتزيد، لما الفيروس بقى بيبتدي ياخد الحضانة بتاعته في الجسم، الكحة بقى، لما بتبتدي بقى الكحة بتبقى ايه دي، خلاص انت دخلت بقى في مرحلة صعبة النفس بقى بعد كده، فخد بالك. المشكلة ان الواحد كل شوية أعراض جديدة بتظهر مع ناس، تقريبا الفيروس بيتحور ومشكلة، بس احنا مش حاجة بإيدينا، هو ربنا يستر. كل شوية يقولوا أخبار كويسة وأخبار حلوة عن في لقاح جديد وبتاع، طبعا عشان يبقى فيه لقاح رسمي والكلام ده بياخد وقت، مش عايزة أقول 6 شهور كمان، هو بياخد وقت تجارب وحاجات ويشوفوا أعراض جانبية ومع ده ومع ده، ولازم يختبروه. فاحنا لازم الوقايه خير من العلاج، لازم ناخد بالنا من نفسنا على ما يشوفوا العلاج المناسب. الاعراض اللي هي بقى الصداع، وجع في الجسم، السخونيه، التهاب في الحلق، الحاجات دي كلها ما لهاش غير مثلا مسكنات. علاج ايه المسكنات؟ بارسيتامول، اللي هو بيبقى في مصر بارسيتامول، هنا التايلانول، مفيش بروفين نهائي، ممنوع. شربات بقى سخنه، شربات ليمون، البرتقال، تحاولوا تنزلوا درجه حراره الجسم باي طريقه، كمادات زي ما قلت لكم التايلانول، فما فيش حاجه تقدروا تعملوها غير كده. ربنا يعافينا جميعا ويسترها علينا، واتمنى ما اكون ما طولتش عليكم قوي، انا حبيت انقل المعلومه يعني بطريقتي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. باي باي، وان شاء الله ربنا يعدي الازمه دي على خير.